أهلا بكم. احتفلت راهبات الوردية المقدسة بعيد العذراء سيدة الوردية، حيث أقيم في كنيسة كلية الشميساني بعمان قداس إلهي ترأسه المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في الأردن احتفالا بهذه المناسبة. التفاصيل في التقرير التالي. أنت يا عذراء يا ورد الورود. تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في 27 أول من كل عام بعيد العذراء سيدة الوردية، حيث احتفلت راهبات الوردية المقدسة في كنيسة كلية راهبات الوردية في شميساني بهذه المناسبة بقداس إلهي ترأسه المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في الأردن، بمشاركة المونسنيور ماورولالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان، والأخت مشلين معلوف المنتدبة الإقليمية للرهبنة الوردية في الأردن، ورئيسة الكلية الأخت كونشيتا حسان، وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة، ولفيف من الرهبان والراهبات، ومعلمي وطلبة وكرال الكلية، وجمع من المؤمنين. وركز المطران الشوملي في عظته على أهمية الصلاة وممارستها، والتي تعمل على تنمية شخصية إنسانية متكاملة، مشجعا في ذات الوقت على تلاوة المسبحة الوردية، مضيفا: إن كان لدينا الإيمان بأن العذراء هي أنموذج الإنسان الأعلى، حيث يمكن أن نتعلم منها الكثير، وبأنها شفيعة قديرة وأم حانية، فسنجد في صلاة السبحة الوردية القوة والسند والعزاء والوحدة في العائلة. وإذا كانت لدي نصيحة أنقلها إليكم هذا اليوم الموافق عيد الوردية، فهي العودة إلى تلاوة الوردية في بيوتنا. كل ما أريد أن أقوله لكم هو جربوا، عودوا إلى صلاة المسبحة الوردية، صلوها كعائلة، وإن تتمكنوا من السبحة فعليكم بجزء منها. إذا كان لدينا إيمان بقدرة الصلاة وبالمسيح الذي قال: إذا اجتمع 2 أو 3 باسمي فأنا أكون بينهم، إذا كان لديكم إيمان بأن العذراء هي النموذج الإنسان الأعلى والتي يمكن أن نتعلم منها الكثير، وأنها شفيعة قديرة وأم حانية، فستجدون في صلاة المسبحة قوة وسندا وعزاء ووحدة للعائلة، لأن الأسرة التي تصلي معا تعيش في وحدة كاملة. لنصلي من أجل أن يعيد الله إلى عالمنا الذي يسير نحو المجهول والمليء بالعنف السلام المبني على العدل والمساواة. إلى الرب نطلب. ورفعت الطلبات ووضع التقادم أمام مذبح الرب على نية كل من يصلي الوردية، ومن أجل الراهبات في كل مكان، ومزيد من الدعوات الرهبانية. خبزك يعطينا الحياة والموجود الآن في جمعنا. خبزك يعطينا الحياة. وبعد رفع الذبيحة الإلهية تقدمت جموع الراهبات أمام مذبح الرب ليجددن نذورهن ووعودهن الرهبانية. أكرس نفسي لعزتك القديرة أمام والدتك مريم الكلية القداسة وأمام الكنيسة المقدسة جمعا، وإني أنذر لك نذر العفة والفقر والطاعة في رهبانية الوردية المقدسة، أن أبذل جهودي كلها لأوفق بين سلوكي وسيرتي وبين قوانين هذه الرهبانية مدى الحياة. أيتها البتول مريم، إني أكرس ذاتي إلى خدمتك مستقبلا
تودع نفسي وجسدي وأفكاري وأعمالي وحياتي وصوتي فأعينيني يا سيدتي. وشكرت الأخت لوريت زوايدة في كلمتها الحاضرين لتكريم سيدة الوردية في عيدها، كما شكرت المطران الشومالي لترأسه هذا الاحتفال، وشكرت كل من عمل لإنجاح الحفل، طالبة من الرب بشفاعة العذراء مريم موفور النعم وغزير البركات لجميع المؤمنين. طالبين لكم جميعا بشفاعة أمنا مريم العذراء أن تنالوا من الرب فيض نعمه وغزير بركاته. كل عام وأنتم إلى قلب الله أقرب. يا سلطان.